الى ذلك يستمر الاقبال على الحمله الوطنيه للتطعيم في مملكه البحرين في الوقت الذي تجاوز فيه عدد متلقي الجرعه الاولى مليون فرد وبلغ مجموع من حصلوا على الجرعه الاولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم امس الاثنين مليونا وسته الاف وستمائه وسبعه عشر شخصا فيما بلغ عدد من حصلوا على الجرعة الثانية من التطعيم نحو 832 ألف شخص